أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، صدق الله العلي العظيم. البلايا العامة التي لا تختص بشخص دون بقية الناس، التي لا تختص بفئة دون بقية الفئات، الفقر، زوال البركة، غلاء المعيشة، المشاكل الأسرية والعائلية، ارتفاع نسب الطلاق، فقدان الأمن، نشوب الحروب، هذه المشاكل العامة، البلايا العامة. لا نتحدث عن أسبابها الطبيعية، إنما الأسباب الماورائية، الأسباب التي تكون ما وراء الطبيعة. هناك بعض أصناف المعاصي والذنوب هي التي تسبب في بعد الماوراء الطبيعة، تسبب بلايا عامة. منها ثلاثة أصناف: الصنف الأول التجاهر بالذنب، الصنف الثاني القضاء بالباطل، الصنف الثالث الظلم. أما الصنف الأول التجاهر بالذنب، مهما كان أثر
الذنب كبيرا، أثر التجاهر بالذنب أعظم، أكثر، أسوأ. ذنب يأتي به الشخص في مكان مستور، هذا أهون بكثير من الذنب الذي يتجاهر الشخص به. حتى لو كان ذلك الذنب الذي يتجاهر به صغيرا، والذنب الذي يتستر به من بعض الكبائر، التجاهر بالصغائر أعظم من التستر في العديد من الكبائر. التجاهر انتهاك حرمات، التجاهر إشاعة المعاصي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، إشاعة الفحشاء، إشاعة المساوئ، إشاعة المعاصي، هذه من أعظم الذنوب. هذا أولا. الصنف الثاني مما يكون سببا من الأسباب الماورائية للبلايا العامة، القضاء بالباطل. قاضي يقضي بالباطل، يحكم بالجور، هذا من أعظم الذنوب التي تسبب نزول البلايا العامة، ليس كلامنا عن البلايا الخاصة. أبو ولاد شخص من المؤمنين، من الثقات، من أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كانت بينه وبين شخص من أتباع أبي حنيفة معاملة إجارة. استأجر أبو ولاد من ذلك الشخص الحنفي دابة ليذهب بها من الكوفة إلى منطقة، إلى بلد، وكان قصده أن يذهب إلى هناك، كان هناك غريم مديون له يريد أن يأخذ دينه منه. أخذ الدابة ذهب، وصل إلى تلك المنطقة، قالوا له لا، الشخص ذهب إلى منطقة أخرى. ذهب إلى المنطقة الثانية، إلى بلد آخر، قالوا لا، ذهب إلى بغداد. ذهب إلى بغداد، في بغداد بحث وجده، أخذ دينه منه، رجع إلى الكوفة. أبو ولاد إنسان متدين، اسمه حفص بن سالم، ولكن مشهور بكنيته أكثر. كان بإمكانه أن يخفي القضية، ذاك الشخص صاحب الدابة لا يعرف ماذا صنع هذا. لا، قال له القضية هكذا، كان اتفاقنا عن أن أذهب إلى المنطقة الفلانية، في تلك المنطقة ما وجدت صاحبي الغريم، ذهبت إلى منطقة ثانية، ثم ذهبت إلى بغداد، ثم رجعت. لهذه الزيادة، باعتبار استفدت من هذه الدابة أكثر من المقدار المتفق عليه، أعطيك مبلغا إضافيا. رفض، قال لا، أريد مبلغ أكثر من ذلك. صار بينهم خلاف على الموضوع. ذلك الشخص صاحب الدابة قال الحكم بيني وبينك أبو حنيفة. رضي أبو ولاد، ذهب إلى أبي حنيفة. أبو حنيفة لا يعرف أبا ولاد من هو، أنه من شيعة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. عرضوا عليه القضية، حكم من صالح أبي ولاد، قال لذلك الرجل
ليس لك إلا الثمن الذي اتفقتما عليه فقط، حتى الزيادة ليست لك. هذا المسكين ما رضي بما عرض عليه أبو ولاد، القضية صارت أسوأ. خرج وهو يسترجع، أبو ولاد يقول رحمته فأعطيته زيادة وأعطيته زيادة إلى أن أرضيته، انتهت القضية. في تلك السنة ذهب أبو ولاد الحناط إلى الحج، هناك أو لعله في المدينة المنورة تشرف بلقاء الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قص عليه القصة. فقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. هكذا قضاء باطل يسبب هذه الأمور العامة، المشاكل العامة. ثم قضى الإمام عليه الصلاة والسلام بأنه يجب عليك أن تدفع 4 مبالغ: ثمن استئجار الدابة من الكوفة إلى البلد الأول، ثمن استئجار الدابة من البلد الأول إلى البلد الثاني، ثمن استئجار الدابة من البلد الثاني إلى بغداد، ثمن رجوعك من بغداد إلى الكوفة، يلزم أن تعطيه. فقال أبو ولاد: خب لا بس، ولكن أنا اشتريت له للدابة، اشتريت لها علفا، هذا المقدار هذا لدابته، هذا المقدار أخصمه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لأنك غاصب، كان الاتفاق بينك وبين ذلك الرجل من الكوفة إلى المنطقة الأولى، أنت ذهبت من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية، منها إلى بغداد رجعت، هذا كله كنت غاصبا، ليس من حقك أن تأخذ حتى ثمن طعام الدابة، علف الدابة. قال أبو ولاد: ولكنه رضي، أنا أعطيت الزيادة هو رضي وحللني. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، هو رضي لأن صاحبه الذي هو اقترحه حكم عليه ضده، طبعا يرضى، أي شيء تعطيه يرضى. أبو ولاد رجع إلى الكوفة، ذهب إلى ذلك الشخص، عرض عليه أن يعطيه كل المبلغ الذي حدده له الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فرفض، ألح عليه، رفض، ما القضية؟ فقص عليه قصته مع الإمام الصادق وكلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: لا، أنا رضيت ورضيت بدون ذلك أيضا، تراضيا. شاهدنا الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في قضية صغيرة، قضية استئجار دابة، مبلغ صغير، في قضاء الباطل، القضاء الباطل، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. في قضية عادية، قضاء باطل، شيء يغضب الله عز وجل، فكيف في هذا القضاء الذي نراه اليوم، الأحكام الجائرة الباطلة، يخسرون آلاف مؤلفة من الناس، ملايين من الناس يخسرون بسبب حكم قاضي، دماء تجري بسبب حكم قاضي، هذه ماذا تصنع؟ بعضنا عندما نتحدث عن البلايا العامة فورا يقول: نعم، الشخص الفلاني الذي يرتكب ذنبا في داره، هذه المشكلة، مشكلة القاضي الذي يقضي بالباطل، هذه التي تنزل البلاء العام. ثالثا الظلم، وما أدراك ما الظلم؟ لو أن شخصا
يستمع إلى الموسيقى المحرمة، يستمع إلى الغناء المحرم في داره بينه وبين ربه سنة كاملة أو أكثر، لعله أثر هذا الذنب لسنة كاملة أقل في البلايا العامة من ظلم صغير. لا أريد أن أستخف بمعاصي بعصيان الله سبحانه وتعالى، حاشا لله، أصغر معصية هو شيء كبير. الاستماع على الموسيقى المحرمة لا أريد أن أستصغر به، الاستماع على الغناء المحرم لا أريد أن أستصغر به، شيء عظيم. لعل آثار هذا العمل تكون على نفس الشخص أو على روحه آثار سيئة جدا مدمرة للشخص نفسه، ولكن هكذا عمل بخفية هو بينه يجعل سماعاته يستمع في تأثيره على نفسه شيء كبير، لعله تدمره، ولكن هذه الأعمال تأثيرها على البلايا العامة الشاملة لعله أقل، لو سنة كاملة من العصيان أقل من ظلم صغير. المشكلة الظالم، الظالم بعضهم بعض الظالمين، بعض الظالمين منا شخص يظلم شخصا، هذا الظلم أيضا عظيم، فكيف بالمظالم العامة من الحكام، من الجهات المتنفذة، من الشخصيات المتنفذة التي انتشرت في بلاد العالم؟ هذه المظالم التي تكون على الملايين من الناس، قوانين جائرة تسن تطبق على ملايين من الناس، على آلاف من الناس، هذا الظلم العام، ماذا يصنع هذا الظالم؟ المشكلة في الظالم، نعم، ذاك ظالم، ذاك طاغوت، ذاك متجبر، ذاك من أيدي الشيطان، من أيدي إبليس، ولكن إحدى الواجبات القطعية التي لا خلاف في وجوبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أقول أنا لا أتمكن أن أغير، عمليا لا أتمكن أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بالقول، قولا أيضا لا أتمكن. أقل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكار المنكر في القلب، هذا الشيء أتمكن منه. عندما يرى الإنسان ظلما ينكره على أقل التقادير، أقل درجات الإيمان هذا في هذا المورد، أن الإنسان ينكر الظلم في قلبه، في قلبي أنا ضد هذا الظلم، هذا الشيء أيضا لا يحصل بالنسبة إلى البعض، لا ينكر الظلم عادي، لا يغضب لله عز وجل إذا رأى ظلما. لا، بعضنا أسوأ من هذا يصنع، ليس فقط لا ينكر في قلبه، في قلبه يبرر للظالم. البعض ذهب أسوأ من هذا أيضا، على لسانه يبرر للظالم، عمليا يبرر للظالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون في كتب اللغة، الركون الميل القليل يسمى ركونا، قليل من الميل هذا ركون، الله عز وجل نهى عنه ووعد به النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الميل القليل يوجب النار، فكيف بالتبرير والدفاع؟ هو ظالم، ما شأنك؟ اسكت على الأقل، اسكت، هو الواجب الإنكار باللساني بالعملي على الأقل بالقلب،
لا، الإنكار يذهب، يستبدل بدل الإنكار التبرير قلبا، ثم يستبدل التبرير لسانا. أقرأ لكم بعض الأحاديث الشريفة في جوانب مختلفة من الظلم، طبعا جوانب أخرى أيضا غير الجانب الذي ذكرناه. هذه الأحاديث الشريفة كلها من الكافي الشريف. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، ليست ظلمة، ظلمات. حسب إطلاق الرواية الشريفة، حسب فهم الفقهاء من هذه الرواية الشريفة، القضية ليست خاصة بالظلم الظالمين، الحكام الظلمة، لا، ظلم، العياذ بالله. الإنسان قد يظلم صديقه، قد يظلم أخاه، قد يظلم أباه، قد يظلم ابنه، هذا ظلم، ظلمات يوم القيامة. حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح السند، قال: من ظلم مظلمة، ظلمت وانتهى، لا، ما انتهى، من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده، ما تمكنوا منك يكون الضرر في مالك، ما تمكنوا من مالك يكون الضرر في ولدك. حديث صحيح السند، ولا أحاديث في هذا المجال عديدة. حديث شريف آخر تقريبا بهذا المضمون عن عبد الأعلى مولى آل سام من ثقات أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام مبتدئا: من ظلم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقب عقبه. تخاف على أهلك، تخاف على أولادك، على نسلك، هذا أثر الظلم. قلت، الراوي يقول عبد الأعلى مولى آل سام، قلت: هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. معادلات الدنيا غير معادلات الآخرة. معادلات الآخرة كل شخص عمل عملا يحاسب على عمله. معادلات الدنيا: أصدقائك يدفعون الضريبة أحيانا، أقرباؤك يدفعون الضريبة أحيانا، نسلك يدفع الضريبة أحيانا. تكوين الدنيا تكوين دار امتحان شكل معين. تخاف على أبنائك، تخاف على بناتك، لا تظلم. تظلم الناس، يأتي شخص يظلم ابنك، يظلم بنتك، يظلم حفيدك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أنت قوي مسلط، الآن تفعل، الآن تأمر، تنهى، تظلم، ابنك يكون ضعيفا، يستضعف، يجي عليه الظلم. حديث شريف أخير عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال فيما قلناه قبل قليل: من عذر ظالما، يبرر للظالم. عجيب، يعني شيء غريب، حقا غريب، شخص آخر يفعل، التوابع تكون علي أنا، لماذا لا تعذر؟ من عذر ظالما بظلمه، الحديث السابق عمن يظلم، هذا الحديث ليس عمن يظلم، الظالم شخص ثاني، هذا الشخص يعذره، يبرر له. من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له، إلهي ارفع هذا الظلم عني، لم يستجب له، انت عذرت ظالما، هذا مثل ذاك. ولم يأجره الله على ظلامته، المؤمن الذي يظلم له أجر، يحصل على ثواب، هذا الشخص لا يحصل على ثواب.
يجري عليه الظلم، دعاؤه لا يستجاب في رفع الظلم، أجر لا يحصل عليه. آثار الظلم كبيرة جدا، يلزم أن لا نستغرب من نزول البلايا العامة علينا، يلزم أن لا يلزم أن نستغرب كيف السماء لا تنطبق علينا، يلزم أن نستغرب لماذا الأرض لا تبلعنا مع هذه المظالم الكثيرة، يلزم أن نستغرب لماذا نار الدنيا لا تحرقنا. تعلمون الجمادات تتأثر، الجمادات تتحرك في انتهاك حرمات الله، في الظلم الجمادات تتحرك، الجمادات تسبح في هكذا مظالم، في هكذا انتهاك حرمات الله، في هكذا أعمال سيئة. لولا بركة وجود مولانا بقية الله أرواح العالمين فدا. اللهم صل على محمد. كما في الأحاديث الشريفة العديدة، لولا بركات وجوده كانت السماء تنطبق على الناس. السماء تحترم وجود الإمام، الأرض تحترم بركات وجود الإمام أرواح العالمين له الفداء. الكلمة الأخيرة في البلايا العامة، وقد انتشرت انتشار النار في الهشيم للأسف الشديد، طبعا إنكار الظلم بالقلب، إنكار الظلم باللسان والعمل، هذا يلزم أن يكون في محله، ولكن هناك بعض الأعمال العبادية المؤثرة في تخفيف البلايا العامة، في حل العقد العامة الشاملة، أو في حل المشكلة كليا. أعمال عبادية، من جملة الأعمال العبادية المؤثرة التي يستفاد ذلك من النصوص الشريفة العديدة، بل لعلي أقول الكثيرة، بالإضافة إلى التجربة مرارا وتكرارا، من جملة الأمور المؤثرة لعن أعداء أهل البيت. لعن أعداء أهل البيت من آثاره حل المشاكل العامة. سواء طبعا ما هو ارتباط اللعن بحل المشاكل العامة، واضح واضح واضح. مصدر الظلم أين؟ المشاكل العامة بسبب الظلم أهم أسبابه، أهم أسبابها، أكبر أسبابها، أعظم أسبابها الظلم. الظلم من أين جاء؟ لماذا لعن أعداء أهل البيت يؤثر؟ واضح، المعادلة جدا واضحة. سواء كان اللعن جماعيا أو فرديا، اللعن لعامة أعداء أهل البيت أو لعن خاص، لعن بالأوصاف، لعن بالأسماء، أنواع اللعن. اللعن المربع واللعن المسبع وغيرها، أشكال اللعن. اللعن العام، اللهم لعنهم جميعا. في أصلا زيارة عاشوراء إخواني، تعلمون القضايا التي وردت في تأثير قراءة زيارة عاشوراء في حل المشاكل العامة قضايا متواترة لكثرتها، المشاكل العامة التي حلت بسبب ببركة زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء ما الذي فيها؟ زيارة عاشوراء إحدى خصائصها من بين كل الزيارات لكل المعصومين عليهم الصلاة والسلام، زيارة عاشوراء هي زيارة خاصة لها ميزات عن كل الزيارات، هي زيارة فريدة. مثلا من جملة الأمور التي تميزت بها زيارة عاشوراء أنها حديث قدسي، أنا ما وجدت زيارة ثانية حديث قدسي. مثلا زيارة عاشوراء هي زيارة مميزة،
زيارة عاشوراء من جملة تميزاتها أنها مليئة باللعن، عجيبة، لعن تلو لعن، لعن تلو لعن. بداية الزيارة سلام، لا يوجد بعد ذلك سلام إلى آخر الزيارة. آخر الزيارة مرة ثانية السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك 100 مرة إلى آخر العبارة. في الأثناء كله لعن تقريبا أو جله، لعن وراء لعن. لعله من ميزات، لا أقول لعله، هذا من ميزات زيارة عاشوراء، لعله من الأمور التي جعلت زيارة عاشوراء لها هذا الأثر الكبير في حل المشاكل العامة، لعله هذا اللعن الكثير، لعنوا أعداء أهل البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات صاحب العصر والزمان أرواح العالمين له الفداء، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، محمد وآل محمد، اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بنوره كل ظلمة، وهد بركنه كل بدعة، واهدم بعزه كل ضلالة، واقصم به كل جبار، وأخمد بسيفه كل نار، وأجري حكمه على كل حكم، وأذل بسلطانه كل سلطان. اللهم بمحمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.